أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أنه بحث القضايا المشتركة مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس، وعلى رأسها قضية الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية وأيضا العديد من قضايا المنطقة، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة ولبنان وقضايا القرن الإفريقي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية والهجرة مع نظيره الإسباني. تحدثنا أيضا عديد من القضايا التي تهم البلدين، في مقدمتها قضية الإرهاب ومكافحة الإرهاب من جذوره، خاصة وأن مصر لديها تجربة رائدة وناجحة في مجال مكافحة الإرهاب. تحدثنا أيضا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبالتأكيد كان في تقدير من الجانب الأسباني للأعباء الجسيمة والهائلة التي تتحملها مصر جراء استضافة حوالي 10 مليون ضيف أجنبي يقيمون على الأراضي المصرية. وتحدثنا عن أهمية مزيد من الدعم من الأصدقاء في القارة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي لمصر حتى تستطيع أن تتعامل مع الأعباء الهائلة الخاصة بالعدد الكبير من الضيوف. تحدثنا أيضا عن العديد من القضايا والأزمات التي تموج بها منطقتنا العربية وقارتنا الإفريقية. تحدثنا عن بالتأكيد القضية الأولى، قضية لب الصراع في المنطقة، وهي القضية الفلسطينية والأوضاع في المأساوية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. تحدثنا عن الأزمة اللبنانية والعدوان الإسرائيلي المستمر والممنهج على قطاع غزة وعلى لبنان. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي. تحدثنا عن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، وتحدثنا عن الأمن المائي المصري. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في الصومال وأيضا الأوضاع بشكل عام.